Kismet pokerine zavuluyor. Allah yatiku l'afi. Tehali gönül ya. Ma'ana l'akh Mustafa Hazim. Taba'an akhuna Mustafa. احنا موجودين هنا في احدى الغرف في فندق ابراج التيسير. نعم هذا الفندق انتم طبعا هاي الغرفه موجوده فيها خمس اسره. كم نفر من اعضاء اللجنه لجنه التنسيق العليا اللي انتم ساكنين فيها تحكي لنا؟ وليش كل هالقد الكثافه؟ يعني حتى اللجنه انتم متواجدين هنا اربع اشخاص خمس اشخاص افكر موجودين في الغرفه. طبعا بالنسبة لتقسيم الغرف هذا يشمل أعضاء اللجنة وكل حجاج العالم. التقسيم بيتم على السكن حسب مواصفات وزارة الحج السعودية اللي بتقول إنه كل حج له 4 متر مربع أو الكسر، يعني 3 متر و 52 سنتي برضو بتوافق عليه. فبتيجي لجنة الحج السعودية بتعمل مسح لكل مكة لمساكينها وإماراتها وفنادقها، وحسب هاي الأعداء المساحات بتقدر قديش كل عمارة، بتنطيها تصريح تسكين إنه هاي العمارة بتصريح تسكين تاعها 1000 حاج حسب المعطيات الهندسي تبعتهم. بس احنا بالمقابل لما نستاجر بنيجي بنقول لوزارة الأوقاف بدنا سكن اللي مواصفاته إنه الغرف تاعته لا تزيد عن 6 أشخاص، ولكن هذا لا يعني إنه في غرف بمكة بيسكنوا فيها 10 أو 16. احنا المطلوب انه فنادق او سكن اللي مواصفاته كل 6 اشخاص كحد اقصى و3 اشخاص كحد ادنى، لانه كل ما يكل العدد التكلفه بتزيد. فبيجوا بكشفوا على العماره، بيجي معهم طبعا طاقم هندسي من وزاره الاوقاف اللي بيعمل حتى عمليه مسح مشابهه لعمليه المسح اللي بتكون فيها وزاره الحج السعوديه، وبتم الموافقه انه هاي العماره تصريحها ملائم للمواصفات المطلوبه. طبعا احنا بنرجع لما نرجع البلاد بنقسم الحجاج على هاي الغرف اللي هي نظامنا خماس سداسي او ثلاثي رباعي. طبعا المحاوله من لجنه التنسيق انه كل سنه نكلم، ولكن طبعا هذا دائما بزيد التكاليف على الحاج. ولما نيجي نسكن هنا طبعا نفس الشيء، لجنه التنسيق واعضائها والبعثه واداري الحافله بسكن بنفس نظام الحجاج، يعني اذا الغرفه رباعيه بدهم يسكنوا 4 واذا خماسيه 5. فيش كل سرير موجود بهاي الغرفه تكلفته 1367 دينار. نعم فبتقدرش تفرط فيه. يعني انا ايضا ساكن في نفس الظروف هاي الغرفه، يعني الغرفه بحد ذاتها يعني نوعا ما مقبول، ولكن قد يكون باعتقادك انه سبب الناس بتعاني بسبب معقول المشتريات، بسبب انه من اول اسبوع ببلشوا يقوموا اغراض وكذا وبالاشي بضيق عليهم؟ طبعا هذا اكيد، كل ما تجيب امتعه واغراض. وليش يعني انت شاركتنا وشفت لما وصلنا هين وصلوا معنا حجاج اندونيسيين، شفت لي شنطه زي شنطتك؟ لا مش زي شنطتي، زي شنطتك. لا بتلاقيها كلها متساوية بحجم معقول، ومشان حتى بالعودة من ناحية الطائرات يبقى ملائم والسعة. احنا طبعا امتعتنا دائما اشي غريب بحجم كثير، ولما يصلوا وين بيبدوا يشتروا زي تقولوا اشي مصنوع بدولة ثانية، وهو معروف انه نفس المشترات اللي بيشتروها من هين موجودة بتولكرم وبالطيبة وبسخنين، وكله صنع صيني ولا اشي انصنع لا بالسعودية ولا بسخنين. فيش اشي مريح مكي ولا المدينة ولا مكي. المسبح اللي بتسبح فيها جاي من الصين، فبالاصل بتقدر تشتريها من عنا. فهم بيجوا هنا بيبدوا يشتروا باي الاغراض، بتزيد الحجم. طبعا كل اشي بتشتريها، احنا اشترينا طابعة شو عملت فينا؟ ذيكت على الكل. نعم وهيك رايحين، يعني احنا ما عنا هنا مكتب وزاري، مش راح وزارة الوزارات. نعم هذا سؤال ايضا ثاني، يعني انه شو السبب انه بنفس الغرفة يعني انتوا عم بتضايقوا حالكم وبتحطوا ايضا الطابعات؟ يعني بقدر اجي اقول اليوم كشركه او كلجنه تنسيق بقدر افضي غرفه اللي ساعتها 5 سره تكلفتها قديش؟ 7000 تقريبا 7000 وشي دينار، يعني 35000 شكل مشان اعملها مكتب. لا فبنجبر بنحط، يعني راح تيجي على سكن ثاني وتلاقي نفس الشيء عاملين بخرى غرفه اللي بيناموا فيها، ومعروف اللي داره اللي بينام معها بيخرب بيته، لانه بده يضلوا ليل نهار طالعه وعبر العالم وشغالين.
بدي اسال يعني هاي العمارة اللي احنا موجودين فيها، هذا فندق كم نجمة؟ فندق مصنف 30 نجوم. 30 نجوم. يعني احنا طبعا هذا مش من ضمن مواصفات حجازنا، احنا حجازنا مطلوب لهم سكن عمارات شقق سكنية اللي غرفة بحمام داخلي، هاي شروطنا، واللي ازيد حتى 9 لـ6. يعني لو تبقى الغرفة 10 احنا مسكنش فيها لـ6 والشركة بتتحمل التكاليف. نعم. بس لما يعرض علينا طبعا المتعهد او اللي اخذ العطاء فندق من هاي بهذا المستوى بنوافق. نعم. يعني بدي اسال كم نفر من حجاج 48 رايحين يسكنوا في هاي العماره؟ يعني السنه رايحين يكونوا الحجاج مقسمين على عده عمارات، منهن هاي واحد اللي هي ابراج التيسير، هن رايحين ينزلوا 1345 حاج. نعم. في عندنا افواج التوبه اللي هاي موجودة بمنطقة ثانية بسموها المسفلة، هناك رايحين ينزلوا 1080 حاج. وفي عنا سكن اللي هو بفندق اللي هذا 5 نجوم طبعا مصنف، رايحين ينزلوا هناك 410 حجاج. هي تكملات. يعني الشركة ما بتيجي بتعرض الفندق هذا بالأول، هي بتوجد العمارتين اللي بدهم ياخذين حق النسبة الكبيرة، وبعدها بالتكملة بتوفيها وين موجود عندها. محتمل المتعهد نفسه ماخذ للحجاج الأردنيين مستوى VIP أو 5 نجوم وظل عنده أسرة خالية بسبب تقليص عدد الحجاج، وهذا اللي صار السنة عندهم تقليص زينا 20%. فإذا بكت الشركة مأجرة في فندق زي الجراند كورال أو الملتقى رايحين يناموا فيه يسكنوا فيه ناس، وهذا هو أقرب فندق يعني حوالي 500 متر عن بلاط الحرم، وكل غرف رباعية اللي برضو راح ينزل فيه 200. وفي عنا بنفس المنطقة هنا قريب من التيسير عمارة اسمها العساس، طبعا هاي راح ينزل فيها 560 واحد. هاي يعني من نقول ما استعملوهاش، راح يفتتحها، لا صنفت ولا شيء، بس تعرف بالنسبة لنا هاي العمارات دائما بتبقى لقطة. نعم. انه يجيبونا عمارة من هالنوع بيبقى المالك السعودي قاعد بيعمل بالتخليص تاعها شطب شطب فيها، بيجوا بيقولوا له ضنطتنا اياها بمليونين ريال هسه بندفعه فبنطيهم اياها وبنستغلها احنا لو مسمنا وبنبقى مأيدين. ليش؟ احنا اول ناس رايحين ندخلها، كل شيء بيبقى فيها جديد. طيب هذا الامر يمكن بثير النزع عند البعض، انه طيب انا دافع، انا واخوي مصطفى دافعين نفس المبلغ، بيجي بحكي لك اياها باللغه العربيه ما بتقوم، بيجي بقول لك شو السبب، يعني ليش انا دافع انا وياته نفس الاشي، انا بعطيني 3 نجوم وهو اخذ 5 نجوم فندق. يعني خلينا نقول هيك، على مدار سنوات طبعا معروف انه البلاد مكسم لخمس مراكز ومناطق، وكل مركز دولي لحاله، فولا دولة بتتنازل للدولة الثانية، هذا شيء معروف. يعني لا ابن الطيبة بتنازل لسخنين ولا سخنين من النقب، بس كل سنة بنعوض بعض. يعني اليوم أنا السنة اللي فاتت أنا أخذنا مثلث الطيبة، كان عندنا 200 سرير بالجراند كورال 5 نجوم، أخذنا منه. السنة تنازلنا لغيرنا. طبعا مواصفات السكن، كل سكن له حسنات وله سيئات. يعني اللي بدهم يسكنوا بالكورال الـ410 بدهم يسكنوا سداسي، ولكن قريبين شوي من الحرم، قريبين ولكن كله سداسي. يعني في ميزه معينه، ميزه لكل محل اكيد. يعني خلينا نقول الكورال نعد حسناته، فندق 5 نجوم فخم، ولكن بالاخر كل فخامته من الغرفه بكموها. زي هاي الغرفه هالثلاث نجوم لو تيجي عليها بالصيف بعمره بتلاقي شيء فوضى، بتلاقي زوجي والكومادينا والتواليت وكله. فبكيموه بالخمس نجوم نفس الشيء، بكيمو كل شيء، بنزلوه على المستودعات وبحطوا لك 5 اسره. هسا هناك بدهم يشتركوا 6 اشخاص بحمام، وهي ظروف معيشه صعبه. الشغله الثانيه خلينا نروح على افواج التوبه، افواج التوبه كل غرفه لا تزيد عن تسكين رباعي و70% ثلاثي، هاي حسناته. الحسنة الثانية انه هو الوحيد اللي جاي على طريق مستوي للحرم، يعني اللي بيطلع فيه لا بده يسند سند ولا شيء، مستوى 400 على الحرم مباشرة. اللي العساس خلينا ناخذهم كلهم، يم العساس اخذته منطقة الشمال يعني سخنين وام الفحم تشاركوا فيه ال 500 حج، موجود بحاره بزكاك، يعني مشيني اول ما تفوت عليه تخاف. صح عماره جديده بس موقعها، واحنا جماعتنا بتعرف بحبوا على الشارع مباشره، بدوش لا يفوت هين ولا هين، ولكن ظروف مكه من ناحيه شوارع هذا مش منظمه زي بلاد راقيه.
هسا ابراج التيسير هو ابعد ما يكون منطقه طبعا السنه اللي الطريق مش مستوي وصعبه. طبعا من حسناته انه الفندق مستوى عالي وبرضه التسكين فيه لا يزيد عن خماسي، يعني بكل طابق فيه غرفتين خماسيات وكلياته رباعي على الاطلاق. يعني حتى هاي الغرفة اللي انت شايفها كلت فيها خمسة سرة محتمل من ناحية قياسات هي أربعة، ولكن السرير موجود. وهي اللي بيعرفوش جماعتنا، لو يأخذوا الشغل شركات حتى أخواننا الفلسطينية لما بأخذوا فندق من النوع والله ما بسكنوا أربعة. يعني احنا خدنا معهم عمارات اللي بكينا نسكن فيها 1000 هم يسكنوا فيها 1200، شايف؟ يستغلوا كل سرير مش يمشوا على المساحات اللي بيستحقها كل حد. نعم، يعني هاي العمارات والفنادق الموجودة على قرب مئات الأمتار من الحرم، قديش الناس بتدفع هناك على كل شيء؟ معدودة، يعني لا شك إنها معدودة. في طبعا هناك ثورة عمار بتخوف، وعما بنشوف بالإنترنت راح يبنوا مئات الفنادق، وبيحكوا إنه راحين يبقوا 10 مليون بمحيط الحرم. بس اليوم الموجود هن يعني خلينا نقول برجين، وقف الملك عبد العزيز والصفا. في كل برج من هذه الأبراج في 6-7 فنادق، يعني بيقولوا إنه بالتسع إلى 50,000. بس في عندك ملايين الحجاج، أنا ما بقدر أروح أهاجم على يعني، وهذا معروف حتى بالسياحة وببلاد، لأنه في فترات أو قرب المكان. يعني اللي بأخذ فندق بتل أبيب على شط البحر زي اللي بأخذ داخل تل أبيب؟ أكيد لا. ونفس الشيء، فأنا ما بقدر أنافسه على سعر غرفة هناك. طبعا في من حجاجنا وبازدياد كل سنة، لأنه الأسعار قاعدة برضو بتزكل كل سنة. بيفتحوا فندق اللي قريب من الحرم من هذول أجداد التكاليف، يعني أول العام أنا بعرف ناس استأجروا غرفة ب 12,000 دينار، العام استأجروها ب 10، السنة استأجروا ناس من عنا من البلاد 9 غرف، الغرفة ب 6,000 دينار. هسا نفس الغرفة هاي نفسها بسكنوها حد معتمريننا بالصيف وبالربيع ب 600 دينار بالخمس ليالي. فهي الفترة موسم، وانا بقدر ما بقدر اليوم انافس، وانت بنافس لما العمارات تزيد العرض بزيد فالاسعار بتنزل. اخي مصطفى، يعني كما يبدو انه مش بس الحجاج والمعتمرين بيعانوا، ايضا لجنة التنسيق ايضا عانت، وانا ايضا شاركت هاي المعاناة يوم امس. طبعا كنا متوقعين انه بما انه احنا من حجاج الطيارة انه ما شاء الله كله مسهل ونصغر بسرعة. كما يبدو انا طلعت من سخين الساعة 10 الصبح، فالساعة 10 الصبح ثاني يوم 24 ساعة استطعت اني افوت على مكة بالطيارة. اكيد يعني هاي اللي بيعرفوش كل اخواننا في الداخل، انه انا يعني مصطفى عازم عضو لجنة التنسيق، وسليم شلعطة رئيس لجنة التنسيق، وكل الاعضاء اللي بيجوا يعني دول كل العالم بيجوا بمهمة رسمية بعثة، ومعاهم بيبقى كتب انه تسهيل مهام مش، ولكن احنا غير عن كل العالم حتى بهاي، لانه بالاخر اذا انا ممثل يعني الاردني بيجي كممثل وزارة، الوزارة اوقاف وحج، والمصري نفس ليش البعثي، انت لا جاي زيك زي الحج اللي بده يجي يوم اثنين بتأشيري على جواز مؤقت اللي هو انت حج. يعني هو بالاصل لما تصل المطار السعودي بتطلع عليك انك حج، ولا بيعرف هيك اذا بيغلط بكلمة بعثي، ما هو لا يتصرف معك كبعثي. البعثي بيبقى لها مندوبين من القنصلية في الدول المستضيفة، وهم اللي بيستقبلوك في المطار وبيطلعوك بسيارات، ومش بعثي انت جاي بمهمة لوزارة. بس احنا لا، انت جيت يعني لو افتح جوازك ان كانت طلعت هناك مكتوب تأشيرة حج. هسا ليش احنا طلبنا يا اخوان؟ عيب، احنا بعثي واحنا فريق واحد وطول حياتنا، واحنا اللي بندير عمل 48 انطونا. بقولك يا عمي حتى القنصلية السعودية لو انا بدي تعمل لك تأشيرة بعثي على جواز مؤقت، ففيش حل. تشعروا انتو كلجنة التنسيق انه طعمينكم جوز فارغ؟ يعني جوز والجوز حتى فيش اشي، ومهيلين هاي 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 اشي كبير، وبالاخر لا انت ولا الحاج سليم ولا الشيخ هاشم بامكانه يعني يعطي او يملي على واحد لو امر بسيط جدا. لا احنا نملي بنمليش، بس بنوقف على حقوق حجاجنا. يعني احنا متاكدين انه اللي اتفقنا عليه او اللي طلبناه اخذناه، ولو حتى يصير تقصير انه بده يتجازى، وبنضلنا واقفين عليها. وبالاخر احنا ما بهمناش انه الرتب،
بالاخر انا جاي اخدم حجاجي في كل البلاد، مش لا اهل طيبه ولا اهل سخنين، كل، وانه كل واحد ياخذ حقه اللي جاي. بس انا ما بقدر انطيه، طبعا طموحات، وبعرفش كل انسان له طموحات وله ظروف معيشيه هناك، يعني انا ما بقدر اوجد له ياهل. يعني انا ممكن لو اطلع على فندق عادي، انا مصطفى عازم سياحه ما اقبلش بهذا الفندق اقعد فيه ساعه، لا انا ولا اولادي، ما بقدر افرض على ظروف الحج او العمره على لجنه التنسيق وعلى دول انا شو اللي بدي اياه. هذا اللي بدك اياه لما بتطلع انت تختار، هنا انت ما بتختار، في امور كثير انت بتختارهاش مفروضه عليك. طيب اللي لاحظناه انه انتم حتى لما وصلتوا على الفندق هون، يعني حتى كوبايه مي ما جابوا لكم، حتى فنجان قهوه ما جابوا لكم. مو مش عارفك معك. حتى مش عارفك. مش معروف. في كيو اعطونا غرف. يعني انت بتروح بتعرف هاي يعني نظام السعوديه، خلينا نقول باجمالا نظام غريب. يعني انا بعرف اليوم وانا قاعد بالطيبه بحجز باي فندق بالعالم، حتى مش بفندق، انا عارف بمزرعه ببيت سفر سدي زي ما بنقول، خلاص تعرف انك رايح وجاهز الحجز. هنا لا، الفندق هذا بنا واحد ومالكه واحد ثاني ومأجره لشركة الفلانية، والشركة الثانية مستثمره واحد ثاني، وبعدها اللي استأجر فيه سعودي وأجر لمستثمر أردني، والأردني أجر للشركة الأردنية. هستع الفندق هذا ولا بيعرفش، بيعرف إنه هاي الغرف جايها ناس، أنه المسؤول عنها بده يجي مندوب من قبل هاي الشركات اللي إلها عقود مع وزارة الحج السعودية مشان يستلم. هسا بتيجي انت بتقول له انا البعثة، هي بعثة، بعثة ايش؟ انو انت حج، يعني لو اوقف عن جد معك يقول لك طب وريني جوازك، بيطلع انت حج، بيقول لك اقعد على جنب. تيجي المندوب تاتي تثبت له انه يا عمي انا البعثة بالاخر، انا اللي بدي ادير الامر، وهذا انا واحنا بس بنقدرش نستاجر مباشرة، ففي في النص وكلاء خلينا نقول اللي هم بيمثلونا. مصطفى عازم لم ينتقد من اقارب الناس حتى اللي له يعني على معاناه معينه وكذا، واللي هن يمكن ما شافوا المعاناه هذا الشيء على ارض الواقع، يعني ما يعني ما دام الانسان بعيد يعني يتحدث عن قضيه الحج والعمره فهو يعني لا يعرف شيء. فكيف انتم في امكانيه حتى يعني تشركوا حتى المعتمرين والحجاج انه تعالوا يا عمي شوفوا الامر؟ احنا طبعا هاي الانتقادات موجودة، في يعني في الشك مرار الانتقاد بطورنا. يعني حتى الخلل اللي بقى يصير بسنين سابقة او بعمرات طول الوقت بندور على حلول لها، وبنتجاوز كل المشاكل اللي بتصير وندور. طبعا برضو خلينا نقول احنا محدودين ومسؤولياتنا محدودة، يعني انت ما بتقدر تفرض في دولة انت بتتعامل، يعني الناس بتتعامل مع دول، احنا بنتعامل مع ثلاثة، بدك تتعامل مع الداخل، بدك تتعامل مع الدول اللي هي الأردن ممثلة بوزارة الأوقاف، طبعا حتى وزارة الأوقاف هي مش الطرف الوحيد، في عندك الداخلية وفي عندك أمور أمنية،